عليكم، معكم الغالية حموتي، مدينة بنيدرار، طالبة بجامعة محمد الأول. تعينت مؤخرا كموسيقى إقليمية للمرصد المغربي لحماية الملعب. هذه الجمعية اللي تأسست منذ 2013 وعندها جميع الوثائق الإدارية ديالها يعني قانونية. أنا كموسيقى إقليمية ارتأيت أنني ندير فرع في مدينة بنيدرار اللي هي مدينتي. حطيت جمعت كاع الوثائق اللازمه لهذا الفرع هذا. درت الاشعار للسلطات، درت المهم جميع الوثائق القانونيه والاداريه وبروبوزيت لهم لو دوسي في 26 شهر 3. لكن كنت فاجئ ان الوصل ما استلمتوش في الوقيته اللي انا حطيت له دوسي، وقال لك ان الدوسي حتى يدوز البحث عاد تعطيو لهم. هذا الشيء اللي خلاني انني نمشي ونرجع نسول على داك الدوسي. فكل مره كنت كنمشي كنتلقى واحد العذر اللي يعني ماشي مقنع صراحه. مؤخرا قال لك ان خصنا نجيبوا البحث من عند الدارك، لان اصلا الدارك راه خدا الملف ديالك. لكن فاش مشيت انا سالت عند الدارك كينفي انه استلم هذا الملف بصفه نهائيه. هذا الشيء اللي خلاني ندفع شكايه سواء لا للوالي ولايه وجده انكاد ولا السيد وزير الداخليه، وهذا الشيء احتراما للترابطيه الاداريه. درت شكايه لانه كيعرقل لي السير الملف القانوني ديالي. من بعد ما حطيت انا داك الشكايه ديالي عند السلطات المختصه ولونسيتها على موقع التواصل فيسبوك، من بعد تلاقيت تشهير بهذا المعنى، تشهير من حسابات مجهوله كتكذب الشكايه ديالي. شي كيقول ان ماشي من حقي انني نحط هاد لودوسي في الاصل. شي كيقول ان الجمعيه ديالي يعني الجمعيه ديال حمايه الملعب او الفرع ديالي، لان الجمعيه هي جمعيه وطنيه، الفرع ديالي نورمالمون ما خصوش يدار لانه كيدخل في اختصاصات مؤسسات حكوميه، وهذا الشيء اللي كيتنافى تماما مع داك الشيء اللي يعني القانون الداخلي والقانون المؤسس للجمعيات. بحيث ان نورمالمون الجمعيه تحط الدوسي ديالها عند السلطات المختصه، خصو يتسلم في ديك الساعه حالا وفورا، خصو يتسلم لها الوصل المؤقت في غضون او لا في انتظار 60 يوم من اجل اكمال البحث واعطاء الوصل النهائي. هذا الشيء اللي السلطات المحليه بنيدرار كتعسف بهذا المعنى، كتعسف انها تعطيني ذاك الوصل، وكتقول لك سيري المحكمة الإدارية أو لا باش نقدر نشد أنا داك الوصل. المحكمة الإدارية نحن طلبة ديال القانون وكنعرفوا شنو الملزم أننا نمشيو نديرو في المحكمة الإدارية. المحكمة الإدارية ما كتستقبلكش أصلا إلا ما كانش عندك الوصل المؤقت أو على الأقل واحد الإعتراف أنك بروبوزيت داك الدوسي عند السلطة المختصة. الا ما كانش عندك داك الوصل بانك حطيت لهم داك الملف، راه ما يمكنش غادي تعترف به كاع. لهذا انا كنقول ان من حقي انني نحط هاد الملف، من حقي انني ناسس جمعيه، وهذا الشيء كيضمنوا لي الدستور، وهذا الشيء كيضمنوا الخطابات ديال جلاله الملك نصره الله. في جول الخطابات ديالو كيهضر على الحريه، كيهضر على المساواه ما بين الرجل والمراه، كيهضر كذلك على المنظمات والهيئات الوطنيه الحقوقيه اللي كتمشي ضد الفساد، ضد في محاربه الفاسدين، وحتى دوك الناس اللي كيبدروا الثروه ديال المغرب كتمشي هكاك. هذا الشيء علاش الجمعيه ديالنا هي جمعيه قانونيه كما قلت، تاسست في 2013، يعني جمعيه لها كل المميزات ديال جمعيه حقوقيه مستقله، لها اعترافاتها كذلك. يعني ماشي من حق اي شخص كان
اي شخص له سلطه او له نفوذ انه يتعسف انه يتني بوصل مؤقت للجمعيه ديالي لانها قانونيه، وانا حاليا كنقول انني كنتحمل المسؤوليه في جميع ما كتبته وفي داك الشيء كامل اللي جا في ديك الشكايه. يعني بلا هذا الشيء ردا على بعض الناس اللي كيخرجوا لي بفيسبوكات مجهوله كيقول لك لا انت وانت وانت، انا كنقول لكم كنتحمل كامل المسؤوليه في داك الشيء اللي جا في ديك الشكايه. من هذا المنبر كنوجه نداء للمسؤولين، لا السيد الوالي ولا السيد وزير الداخليه ولا كل المسؤولين على هذا القطاع، انهم يتدخلوا ونستلم انا الوصل المؤقت. انا مجرد فاعله جمعويه او فاعله حقوقيه بغيت ندير الجمعيه ديالي كباقي الناس، يعني كنتمتع بجميع الحقوق انني ندير جمعيه او لا، واختيار النوعيه ديال الجمعيه كذلك لانني تعرضت لواحد المضايقات بالنسبه للنوعيه ديال الجمعيه، لان كيقول لك دير اي جمعيه بغيتي، يعني جمعيه خيريه ثقافيه رياضيه اي جمعيه بغيتي نعطيوك الوصل ديالها، ولكن الجمعيه ديال حمايه المال العام ولا جمعيه حقوقيه كتناضل من اجل الحقوق يعني المستضعفين تنفيذا للتعليمات الساميه لجلاله الملك في جل الخطابات ديالو. اتمنى حقا اتمنى تضامن الجمعيات المجتمع المدني اللي كاينين في بنيدرار، لان هذا تعسف في حقي كمنسقه اقليميه وكرئيسه الفرع ديال بنيدرار.